واصلت مؤشرات البورصه المصريه ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسه اليوم باستثناء مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه مدفوعه بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والاجانب، فيما مال التعاملات العرب للبيع. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبه 42% من 100%، وصعد مؤشر اكس 50 بنسبه 80%، وقفز مؤشر اي جي اكس 20 بنسبه 99%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطه والصغيره اي جي اكس 70 بنسبه 11%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 3%، وصعد مؤشر البورصه النيل بنسبه 41%.